ناقشت رسالتي اللي هي بعنوان التنمية البشرية في ضوء القرآن الكريم دراسة موضعية. أنا هدفي طول عمري إن أنا أكون دكتورة في قسم الدراسات الإسلامية أو باحثة إسلامية، خصوصا في علم التنمية البشرية لأنه علم معاصر، وكمان نفسي أعمل يعني أسيب بصمة في المجتمع وأكون سبب في تطور الأمة الإسلامية إن شاء الله ومصر بشكل خاص. من الصعوبات اللي واجهتني في البحث العلمي، أول حاجة الكتب مش متوفرة كتير بالورد أو صوتي أو بأي طريقة بأي شكل من الأشكال يعني إن أنا ممكن أقرأه، بس الحمد لله الكمبيوتر والنت يسر الأمور دي الحمد لله. يعني أنا تحديت الصعوبات دي رغم إن أنا كفيفة أو نظر ضعيف يعني، بس الحمد لله تحديت الظروف دي وقدرت أتغلب عليها والحمد لله حققت هدفي الأول اللي هو إن أنا أحصل على الماجستير وإن شاء الله الدكتوراه قريبا بإذن الله، يعني على اعتبار ما سيكون إن شاء الله. أصعب حاجة واجهتني في طريقي البحثي نظرة المجتمع، مش حاطين في دماغهم أو مش متخيلين إن الباحث إن الكفيف ممكن يكون باحث وممكن يعمل رسالة جيدة أو بحث جيد. أول حاجة بدأت الصعوبات من أول ما سجلت كنت هسجل الرسالة في السيمينار، ما كانش حد مصدق إن أنا اللي فعلا عاملة الخطة دي، وبرضو فيما بعد ما كانوش مصدقين إن أنا ممكن أقدر ككفيفة يعني ممكن أقدر أعمل الرسالة دي أو أنا أظهرها بشكل المطلوب اللي هو اللي ممكن تظهر عليه. بس الحمد لله كل أساتذتي بيأكدوا إن أنا الحمد لله نجحت في إن أنا أعمل الرسالة بالشكل المطلوب. إن مصطلح التنمية أصبح من أهم المصطلحات المتداولة في على جميع الأصعدة وفي مختلف المستويات الاجتماعية. هي الهدف المنشود والغاية المطلوبة من كافة الخطط المرسومة من قبل الحكومات والمؤسسات بل والأفراد أنفسهم، وذلك لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع والدولة بل والحضارة الإنسانية بأسرها. ويعد مفهوم التنمية البشرية من المفاهيم الواسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حيث أصبح يمس بشكل أو بآخر كل جوانب الحياة بدءا من الجانب الروحي ثم الجانب الصحي والجانب الذاتي بالإضافة إلى الجانب المهني والمادي وانتهاء والجانب الأسري والاجتماعي. ولما كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة وشريعته هي الشريعة الباقية التي حاول كل ما فيه خير للبشرية. 3/1/2017 اجتمعت لجنة المناقشة للحكم المشكلة من السادة محمد عثمان أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة سؤال، أستاذ الدكتور محمد نبر علي أستاذ رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة سؤال، أستاذ الدكتور إسماعيل فهد عبد الله أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة سؤال، أستاذ دكتور معتمد علي أحمد أستاذ رئيس قسم الدراسات الإسلامية بآداب أسيوط، وذلك لمناقشة رسالة الماجستير في الآداب قسم الدراسات الإسلامية المقدمة من الطالبة سوسن عبد الرحيم سليمان محمد المقيدة من خارج الجامعة، وموضوع الرسالة التنمية البشرية في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير في الآداب قسم الدراسات الإسلامية من كلية الآداب جامعة سوهاج بتقدير عام ممتاز. سوسن تعتبر أول طالبة تمنح هذه الدرجة على مستوى جامع الصواد، وده بيرجع لتوافر العديد من المقومات التي بتساعد المعوقين بوجه عام والمفوفين بوجه خاص، حيث بيوجد وحدة للمفوفين ذو الإعاقة بكلية الآداب ومركز متكامل لذو البصيرة بالجامعة، بزود بأحدث الأجهزة العلمية والتحقت به سوسن بتجيد تماما التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة، وبالتالي حاليا بتعتبر من المدربين في هذا المركز على مستوى الجامعة لطلاب الجامعة المكفوفين،
وبنهنئها على هذه الرسالة الجيدة التي قطعت جزء كبير منها من مجهودها الشخصي. على اساس الفضل على اساس الفضل.